سنتابع معكم توثيق الجزء الخامس من باب الفراديس. هذه هنا البوابة الثانية لباب الفراديس، والتي هي تقع مباشرة مقابل باب المدرسة المجاهدية البرانية، يعني جامع المجاهدين. والبوابة مجددة بأمر من الأمير الأيوبي الملك الصالح إسماعيل خلال حكمه الثاني على دمشق في سنة 637 للهجرة الموافق 1239 للميلاد، وهو جزء من تطوير القسم الجديد من السور الذي بناه بعد ذلك من باب الفراديس وباب السلامة، وعهد ببنائه إلى يعقوب بن إبراهيم بن موسى كما هو وارد في النقش الكتابي. في العقود التالية من العصر الأيوبي وفي بداية العهد المملوكي، لفت باب الفراديس انتباه المؤرخين خلال فيضانات نهر بردة الكارثية. ففي 10 شوال من سنة 669، يعني من 22 مايو 1271، ارتفعت المياه إلى 11 ذراعا، يعني حوالي 5.5 أمتار، ودخلت من ثغرات السياج، ودخلت المدينة أيضا عبر باب الفراديس، مما تسبب في خسائر جسيمة ومنها تدمير خان ابن المقدم بالكامل. وفي شهر شعبان في سنة 683، يعني في أول كانون الثاني في 1285، أدى فيضان نهر بردة من علو رجل هذه المرة إلى إبعاد جسر باب الفراديس من مكانه أمام بوابة الفراديس في ذلك الوقت، مما تسبب في أضرار جسيمة بالغة. ولم تتم أعمال الترميمات إلا بعد 3 سنوات، يعني في سنة 687 للهجرة، وعهد إلى مبعوث السلطان القاضي ابن المقدسي، أمر بترميم باب الفراديس الذي برز اسمه بشكل جلي ولأول مرة في المصادر والمراجع التاريخية، وتم إصلاح الجسر ونصبت عليه المحلات التجارية على كل جانب لتأجيرها للتجار. ويبدو هنا الجسر الحجري القديم الحامل للباب ذو 3 أقواس نصف دائرية حجرية من الغرب إلى الشرق، وتم تدعيم الجسر اليوم بدعائم حديدية لدعم المحلات التجارية القائمة عند الباب وعلى نهر بردة المار أمام البوابة. ونشاهد هنا مسار الأنهر أمام باب الفراديس الجنوبي يعني الجواني، وباب الفراديس الشمالي يعني البراني، مسار أنهر العقرباني وبردة والمليحي والدعياني. في الحقيقة تفصل مسافة تقدر حوالي 40 متراً بين باب الفراديس الجنوبي الجواني القائم على قناة بانياس العقرباني، وبين باب الفراديس الشمالي البراني والقائم على نهر بردة كما هو واضح في هذا المخطط أو الخريطة المرفقة. وأطل الباب أيضا قديما على قرية الأوزاع العقيبة حاليا، ومقبرة باب الفراديس أي الدحداح، وتحول اسم الباب إلى من باب الفراديس إلى باب العمارة حسب لفظ أهل الشام في مطلع القرن العشرين. أما في تسميته في العهد الروماني فكان حسب مؤرخي القرون الوسطى المسلمين مثل ابن عساكر وغيره هو باب عطارد. أضف إلى ذلك ما قاله المقدسي عندما زار دمشق في 70 القرن العاشر الميلادي، وذكر اسمه أنه هو باب النهر أو باب المحملين. والواضح أن هاتين التسميتين من زمن بعيد غير مطروقتين اليوم، يعني ما حدا بيعرفهم. ونقول لقد اختفى باب الفراديس الجنوبي تماما تقريبا،
ولكن لا يزال هناك مخططات المساحة الداخلية التي يمكن قراءتها بشكل نسبي في تخطيط طريق العمارة الحالي، بالإضافة إلى المظهر الجانبي الغربي المحفوظ في واجهات الطريق. وهذا يمكننا أن نستنتج أن الباب كان عمقه حوالي 7 أمتار، وأنه فتح على جانب المدينة من خلال رواق بعرض 4 أمتار. وأن تظهر الاختلافات في طريقة التنفيذ على مرحلتين متميزتين من البناء. ويحتل مكان الباب حاليا محل مكتب الشريف لزيارة الأماكن المقدسة. والسؤال هنا، كيف استطاع هذا المكتب، مكتب الشريف الظاهر بالصورة، من احتلال مدخل باب الفراديس الجنوبي؟ كيف؟ وتحويله إلى الدكان؟ يا وزارة أوقاف كيف يا أخي؟ شيء بجنن. نقول أن الباب الأول في الشمال هو أول باب نفسه، باب الفراديس، ويبلغ عمق الباب حوالي 2.30 متر. والبوابة مبنية باستخدام حجارة كبيرة الحجم كما وصفها المؤرخ الاسكتلندي جيو بورتر بكتابه 5 سنوات في دمشق في عام 1850 للميلاد، فقال أن الباب عبارة عن قوس روماني فوق ممر جميل يمر عبر جدار حجري سميك وكبير ومبني من كتل ضخمة من الحجارة المحفورة. ويظهر هنا في هذه الصورة النادرة والمنشورة في عام 1900 التي نشرها الباحث الإنجليزي جيمس إدوارد هانوار في دورية صندوق اكتشاف فلسطين في عام 1911، يظهر بشكل جلي باب الفراديس وهو عبارة عن قوس نصف دائري مرتبط في قاعدته بالجدران الجانبية الحاملة للقوس والمشيد في العصور القديمة، وهو ذو فتحة تقدر بحوالي 3 أمتار ومتكئة على الباب الجنوبي وبسطح داخلي مساحته 4×5 أمتار. وكانت الباب كان مغطى برواش ذات أخدود يبلغ ارتفاعها حوالي 3 أمتار و80 سنتيمتر، والجانب الأيمن لا يزال محفوظا حتى تاريخ سيطرة مسجد السيدة رقية على المكان وتم إزالة البرج والرواشن للأسف. ربما يكون القوس قد انفتح على المدينة هو القوس الذي نراه هنا اليوم مدرجا في محل مكتب الشريف لزيارة أماكن المقدسة، فأضحى الباب في خبر كان. نعم، إلى هنا وينتهي توثيق الجزء الخامس من توثيق باب الفراديس. سنتابع معكم بالجزء السادس لتوثيق الباب، وبناء على طلب الأصدقاء أن تكون الحلقات قصيرة لضعف النت بسوريا ولكي يتمكنوا من مشاهدة الجزء بسهولة. فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفا.